خرجنا في كاميراتنا للناس نسألهم عن الحياة. تعالوا نشوف ردوا علينا وقالوا ايه. تقدري تعرفيلي الحياة؟ حياة هي هو احساس اكتر ما انه حاجة تتعرف. يعني الحياة هي زي ما مدرسة كلنا بنعيش، ان الواحد يعيش مش يعيش حياة سلفش لنفسه، بس يعيش حياة للآخرين اللي حواليه. هي فترة صغيرة هقعدها على الأرض بحضر فيها حياتي الأبدية، هي دي الحياة. الحياة مليانة قرف لكن معايا الدنيا حلوة. الحياة هي يعني حياة، يعني كل واحد بيعيشها بالطريقة اللي هو عايزها، بس أكيد بتبقى أحسن لو حابين أن ربنا يبقى فيها. بدون ربنا مش حياة. دي كانت إجابات الناس عن الحياة. تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول ايه. هو مين؟ الحياة اسم من اسماء المسيح الحياة. قال لها يسوع: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، في يوحنا 11:25. قال له يسوع: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي، في يوحنا 14:6. في المسيح بنحصل على الحياة في ملئها، سواء على الأرض أو بنحصل على الحياة الأبدية. الكلام ده في المسيح بس. بمناسبة أن المسيح هو اللي قال عن نفسه أنه هو الحياة، مش مهم إيه اللي يتقال، المهم مين اللي قاله. لو اللي قال لي الكلام ده قال لي أنا الحياة، ده إنسان عادي مات علشاني، شكرا، أنت أنقذتني مرة، ما أنا في ألف مرة بتعرض للموت. لكن لو الشخص ده قوم ثلاثة على الأقل من الموت قبل ما هو يقوم من الموت، قال لي أنا الحياة، لا أنا أصدقه، ده أداه وقدود، ده أنقذني من الموت ومن الخوف من الموت، لأنه الحياة ولأني معاه أنا حي وهفضل حي. ده كسر قيود إبليس وحررني من سلطان الخطية اللي بتسبب الموت الأبدي، ده أداني حياة أبدية، ده أنقذني من الجحيم اللي هو أسوأ من الموت الأبدي. لا أحبه وصدقه. في حقيقة مهمة، اللي انتصر على الموت وقام أكيد هو الحياة نفسها، صوته يخترق إلى حيث يوجد الموت ويهب الحياة. هو مازال في إيده زمام الأمور، هو يقدر أنه ينتصر على ظروفك. ابتدي معاه، آمن بيه، آمن بغفرانه، توب عن خطيتك، وانت هتشوف عجايب في حياتك على الأرض ما شفتوش. هيديك حياة أبدية مليانة فرح في محضره، حياة مش هتنتهي، صدقني، حياة مليانة فرح مش هتنتهي. مسك بالرب يسوع، المسيح معاك.